السلام عليكم، الله يسعد مساكم بكل خير، حياكم الله من هنا من طيبة الطيبة مدينة المصطفى المنورة، على صاحبها وساكنها ومنوريها أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم نحن في جهة جنوب المدينة المنورة، وتحديدا في حي شوران، أيضا تحديدا في هذه الحديقة الجميلة، حديقة الملك فهد. أنا ما جاي أصور لكم فقط الحديقة، جاي أصور لكم منطقة الممشى. أنا من وجهة نظري ممشى، اللي هو هذا الممشى، يعتبر من أحلى الممشيات أو من أحلى المماشي. دائما عندنا إشكاليات في جمع ممشى، هو مماشي من أفضل المماشي في المدينة المنورة من وجهة نظري أنا، هو ووادي العقيق. يعني ما شاء الله هم يستاهلون مني التقييم بهذا الشكل. الممشى هو في هذه الجهات، شايفين. أنا والله صراحة نسيت هذا الشارع إيش اسمه، لكن أنت إذا جيت من حديقة الملك فهد، دخلت من حديقة الملك فهد من هذه الجهات، حتدخل لما تخرج من الحديقة مباشرة من هنا، خلاص التقاطع هذا الطريق يعني إجباري حياخذك إلى منطقة الممشى. الممشى الآن نصور لكم نحن من جهة الممشى، هذه منطقة حديقة الملك فهد بالكامل، ما شاء الله منطقة مسطحات خضراء، يعني المرافق اللي موجودة فيها جدا جميلة. وشوفوا منارات الحرم يعني قريبة منا، خليني أقرب لكم، ما شاء الله تبارك الرحمن. ونحن الآن انتهينا من يوم 17 رمضان، دخلنا في يوم 18، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الطاعات. فهذه لقطة بانورامية عن المكان، شوفوا لو تلاحظوا يعني عوائل كثيرة، ويعني بعض الشباب أيضا يجوا على هذا المكان يعني للترفيه وللتنزه. مكان جدا جميل ما شاء الله، حتى الأطفال الصغار شوفوا ما شاء الله جالسين يلعبوا. وعندنا هنا يعني منطقة السياكل، الآن لعله كذا نعمل لكم مرور من منطقة السياكل وكذا، ونصور لكم لقطات من هذا المكان الجميل، ونصور لكم أيضا الممشى. نحن هدفنا من هذا التصوير تصوير الممشى، ممشى جدا جميل. يعني الواحد لما يجي على هذه المناطق يعني يشعر في طاقة داخلية أنه يمشي في هذا الممشى. بعض المماشي للأسف لما تمشي فيها يعني ما تتحمس أنك تكمل المشي، خلاص تمشي يا دوب خطوتين تقول خلاص طفشت، لكن زي هذا الممشى ما شاء الله تتحمس أنك خلاص تستمر وتواصل. طيب الآن ما بكثر عليكم كلام، بحاول أنه أنتقل إلى مكان آخر وأصور لكم مكان آخر. شو هذه منطقة السياكل، تيجي تأخذ تستأجر طبعا بالدقائق، تمام. بحاول ما أصور الأشخاص، ما شاء الله جميل. يا سلام. طيب الآن حنطلع ونصور لكم مكان ثاني بإذن الله تعالى في هذه الجهات، ما شاء الله ما شاء الله. يعني من الأشياء الخدمية الموجودة في هذه الأماكن أو في هذه الحديقة، يعني موضوع المرافق العامة اللي هي مثلا دورات المياه الله يكرمكم، جلسات، يعني عندنا خيام، منطقة الخيام، منطقة الألعاب، هذه كلها يعني ما شاء الله. حتى أماكن رمي النفايات هذه أشياء مهمة، يعني من باب التوعية للناس أنه والله إذا جيت وجبت معك أغراض حاول أنك تترك المكان مثل ما كان أو أفضل مما كان. طيب الآن بأخذكم كذا لفة. طبعا بالنسبة للاستئجار السياكل وغيرها تبدأ الأسعار يمكن من 15 ريال يعني إلى 50 ريال على حسب الدقائق اللي أنت بتأخذها، حتى في أظن بعشر ريال اللي هي الصغيرة إذا كنت بتأخذ ربع ساعة تقريبا. فهذه الأسعار، هذا هو الممشى. نحن وصلنا إلى منطقة الممشى، الآن حنلتحم بالممشى ونصور لكم بإذن الله تعالى. وصلنا إلى منطقة الممشى، ما شاء الله تبارك الرحمن. المكان صراحة جدا جميل مع الإضاءات، مع بعض الأشجار أو الشجيرات خلينا نقول لأنها صغيرة. وجميل أنه موجود بنفس الممشى في جلسات كذا على اليمين وعلى اليسار ما شاء الله. وأكثر اللي موجودين في الممشى يعني من فئة الأعمار الصغيرة، وهذا شيء طيب، يعني بدل ما يجلسوا في البيت ما شاء الله فيجوا إلى هذا المكان ويلعبوا ما شاء الله، ويتحركوا، يريضوا أنفسهم بدل ما يجلسوا خلف الشاشات أو يعني في يعني يلعبوا في الجوالات وغيرها، وهذه التقنية الحديثة اللي دمرت
الأطفال الله المستعان. ففكرة هذه المماشي ما شاء الله قائمة على أنه إيش يعني توعية بالرياضة وغيرها ما شاء الله. هذه إطلالة ثانية من موقع ثاني لهذا الممشى الجميل زي ما ملاحظين الحركة. ونحن الآن يعني تقريبا صارت الساعة قرابة الساعة الثانية فجرا ما شاء الله، والحركة يعني لا تزال مستمرة حتى في الحديقة. يعني لو تلاحظوا في بعض العوائل أو كثير من العوائل موجودة في منطقة اللي هي ممشى الهجرة، أو عفوا ممشى حديقة ملك فهد والحديقة نفسها. في ناس يعني يقصدوا الحديقة ويقصدوا أيضا الممشى، وفي ناس يقصدوا هذا وفي ناس يقصدوا هذا، كل واحد على حسب يعني إيش هو جاي من أجله. على كل حال نحن ذكرنا لكم أنه كيف نقدر نوصل إلى الممشى، أنا بحط الموقع في وصف الفيديو، لكن يعني من باب يعني التفصيل لكم بإمكانك تجي على هذا الممشى إما من نفس الحديقة، تدخل من حديقة ملك فهد وتخرج منها من هذه الناحية. طبعا يمكن هذا المخرج الوحيد أظن، أو ما أدري، يمكن افتيت من راسي. على كل إن إذا خرجت من هذا المخرج حيصير حتمشي إجباري بهذا الطريق. هذا الطريق اسمه طريق أم منيع، يعني شفته الآن في جوجل، فهذا الطريق اسمه طريق أم منيع. هذا الطريق إذا مشينا فيه مباشرة حنوصل إلى ممشى الهجرة. طبعا ممشى الهجرة يعتبر في المدينة يمكن هو الأول، ربما لأنه طويل وحوله مطاعم فيمكن مشتهر أكثر من هذا. هذا الممشى لسه دوبه يعني زي ما يقولوا ناشئ. فعلى كل حال زي ما قلنا لكم هذا المكان الوصول الأول من هذا المكان. إذا حبيتوا مكان يعني أو تصلوا من طريق آخر، طريق ممشى الهجرة، إذا جيت على ممشى الهجرة خلاص تجي من طريق أم منيع. تمام، عندنا في شاورما في الزاوية، تقريبا شاورما اسمه فيتامين، حتدخل من خلاله إلى اليمين، ثم أي يوتير من هذه الجهات حتدخل يوتير وتجي على هذا الممشى. عندنا هنا في مواقف عديدة، أنا موقف سيارتي في هذه النواحي تقريبا، المواقف ما شاء الله مليئة. بالنسبة للممشى ما شاء الله أنا ملاحظ نسبة يعني هم ما دون 15 عاما يعني هم اللي يزاحموا المكان. شوف لو تلاحظوا هذه كلهم يعني ما شاء الله الأطفال الصغار، هذول نسبتهم يمكن مرتفعة. أنا أشوف يعني أقول نسبتهم حدود 60% من الأطفال، وأما يعني الشباب أيضا كمان نسبتهم نوعا ما كبيرة، وفي أيضا بعض الفتيات أيضا موجودين. أصلح الله النوايا نوايا الجميع، والله يوفقنا وإياكم لكل خير. هذه يعني إطلالة على الموقع، أتمنى أن أكون وفقت في هذه التغطية لممشى حديقة الملك فهد. زي ما ذكرنا لكم نحن في جنوب المدينة المنورة في حي شوران تحديدا، وهذا الشارع اللي على يساري ذكرنا لكم شارع أم منيع الأنصارية. وبس سلامتكم، هذا هو عندنا اللي هو حديقة أو عفوا مسجد قباء واضح أمامنا، وأيضا يوضح معنا اللي هو الحرم خلفه، لكن الآن من هذه الناحية يعني ربما ما يظهر معي كثير. على كل نحن وريناكم من خلال هذا المقطع المسجد النبوي الشريف من هذه المنطقة واضح معنا. نسأل الله التوفيق للجميع، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.